السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غادي نتشارك معكم هاد الراندا ديال الزليجه بالألوان، من بعد ما درت معكم هاد الملاقي اللي تحت الفي، ودرت معكم كيفاش نفتحو نصف طوق بالطريقة اللي هي صحيحة وسهلة. دابا إن شاء الله غنديرو هاد الراندا ديال الزليجه بالألوان، ولكن بطريقتي اللي هي الطريقة السهلة سهلة بزاف، أي وحدة يمكن ليها تخدمها بلا ما تبقى حيرة مع العيون يتزادو ولا يتنقصو. نتمنى أن هاد الفيديو يعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح ينال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش أخواتي نزلوا ضغطوا على زر الاعجاب، واللي ما مشاركش في القناه شارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، وشاركوا اخواتي الفيديو مع الاخوات اللي مهتمات بالراندا وباغيه تتعلموا راندا باش يوصل الفيديو للاخوات. وشكرا لكم. نبداو بسم الله. بالنسبه للحرير راه مبروم على ثلاثه الشعرات، البرا غنخدموا بالبرا النمره 6 اولا النمره 5. بالنسبه للراندا غنجيو لهنا اخواتي، انا غنخدم معكم هذه الزليجه في القياس ديال 30 عين. واحد الاخت بغات تطبيق ديال 30 عين، وانا غنديرها في هاد الجليبه هادي. ملي غنخدم معكم هاد القياس غادي نوري لكم فواحد الوريقه كيفاش يمكن لكم ديروها بالقياس اللي بغيتوه، يعني غير نشرح لكم الطريقه غتعرفوا ان شاء الله تطبقوها. غنجي لهنا، غنجي لهاد العوينه اللي الوسط نثبت فيها الحرير. في الاول تنبداو باللون ديال الثوب، نهز هاد العوينه غنجي لهاد الجهه اللي على اليمين، غادي نشد هنا حقاش انا عندي غير عوينه وحده، هاني هزيتها. غنجي دابا لهنا نهز هاد العوينه، حنا هنا بغينا خمسه العوينات، ضربنا هاد الضربه وهادي يلا عطاتنا عوينه. دائما في الاول تنضربو جوج ضربات باش تعطينا عوينه، حنا غنحسبو العوينات. ها واحد، ها جوج، ثلاثه، اربعه، ها خمسه. نرجع في هاد العوينات بخمسة، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، ها خمسة. ونجي لهنا نشد هنا الوسط، عندنا عوينة وحدة حنا شدينا فيها صافي. غنرجع دابا في هاد خمسة العوينات، ما تنزيد ما تنقص بالزوينه هاد الطريقه، غير نفس القياس كنبقاو نخدمو فيه. حنا بديناها بحال هكا بخمسه باش تعطينا في العرض 30 عين. نرجع عاوتاني مع السطر، خمسه العوينات كنبقاو نرجعو فيهم. نشد هنا في الثوب، حاولوا اخواتي كيف ما ضربتو الضربات هنا ضربوهم هنا، الى هنا قربتو حتى هنا قربو، هنا بعدتو حتى هنا بعدو، ماشي جهه تقربو جهه تبعدو ومن بعد تجيكم هاد الفي عوجه. المهم حاولوا الدقات يجيكم بحال بحال. غنبقى نرجع في هاد العوينات بخمسه حتى يوليو عندي هنا في هاد الجهه خمسه العوينات. غادي نسرع لكم الفيديو غير باش ما يجيكمش فيديو طويل، لحقاش هنا كنبقى نعاود غير في نفس الخدمه. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. صافي حنا بدينا بهاد المربع، بدينا هنا بخمسة، غيولو عندنا هنا خمسة وهنا خمسة. صافي ندخل هنايا الخيط في التوب، صافي وغنركب اللون لاخر اللي غادي ندخل في هاد الزواقة. نجيو لهنا لهاد خمسة العوينات، غنهز العوينة الأولى نثبت فيها اللون الاخر اللي غادي نخدمو به، نهز هاد العوينه ديال الحرير هنا اخواتي،
خدمنا 5 العوينات، هنا غنخدموا 10، يعني القياس باش بديتو هنا، هنا خدموهم دوبل باللول الاخر اللي غتدخلو. نشد هنا في التوب، دابا تنحسبوها عوينه، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعود، عشرة. أنا هنا درت 10 حقاش هنا درت 5، نتوما الا درتو هنا 4 هنا ديروا 8، درتو هنا 6 ديروا هنا 12. المهم القياس باش بديتو هاد المربع هنا ديروهم دوبل. غنعاود نرجع في هاد العوينات ب 10، دابا غنشد هنا في العوينة الثانية ونعود نرجع مع السطر كامل، يعني ما نزيد ما نقص. هذه هي باش زوينة هاد الطريقة. 10 العوينات، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، تسعود، 10. ما نزيد ما نقص. غنرجع في هاد العوينات ونعاود نرجع حتى نكمل هاد 5 العوينات ونرجع لكم. هذه هي العوينه الخامسه، انا شديت فيها، نرجع في هاد العوينات. هنا اخوات راه بقيت كنمشي ونجي، راه ما زدت ما نقصت، المهم بقيت غاديه مع هاد العوينات. هذه هي اخر عوينه اللي هي العوينه الخامسه، نخدم هاد السطر كامل. حاولوا اخواتي ديروا هاد الخيط طويل باش ما تعاودوش ديروا خيط اخر، غير خيط يخدم لكم هاد الشكل. صافي ملي تنوصل لهنا غتوليو عندي 1، 2، 3، 4. ملي غادي نرجع دابا غيوليو 5، 1، 2، 3، 4، 5. دابا اخواتي ملي تنكمل هاد العوينات بخمسة غادي نرجع دابا غير في النص، يعني غير 5، ها وحده، 2، 3، 4، ها 5. المهم رجعت في النص، نتوما القياس اللي درتو هنا غترجعوا غير في النص ديالو. نعود نرجع هنا غيبقاو لي 5، 1، 2، 3، 4، 5. دابا غنرجع غير في هاد الخمسة، ملي نوصل لهنا نرجع عادي ما نزيدو ما نقصو. هنا اخواتي انا سالي الخيط غنركب خيط اخر، ولكن نتوما حاولوا ديروا الخيط طويل، حتى انا هاد المره غندير الخيط طويل باش نخدم غير بخيط وما نعاودش نركب خيط اخر. غادي نركب واحد الخيط غير قصير نكمل به هاد شويه. نجي لهنا الفوق اخر ضربه ونثبت الحرير، نزيروا هاد الضربه مزيان حقاش تجي وحده فوق وحده.
صافي ونكمل هاد العوين اللي بقات. نجر الخيط التحتاني باش ما تجيش هنا الخدمه غليظه. صافي ملي كنرجع راه غنهز عاد الخيط الفوقاني، ما نهزهمش بجوج باش ما تجيش هاد الضربه غليظه بزاف. صافي نكمل الخدمه ديالي عادي، غنبقى نرجع في هاد خمسه العوينات حتى يوليو عندي هنا في هاد الجهه خمسه. هانتوما تولي هنا واحد جوج ثلاثه اربعه، وهنا غيوليو عندنا عشرة، حقاش خمسه ديال هنا وخمسه ديال هنا. صافي هنا اخواتي كملت خمسة العوينات، واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة، خاصنا هنا يوليو عندنا عشرة، واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود، خاصني نرجع مع تسطر باش يوليو عشرة. ها هي هدية عشرة. صافي غنكمل هاد السطر. صافي ونخليو الخيط هنا. دابا كملنا من هاد اللون هذا، نقطع هاد الخيط. حاولوا اخواتي ديروا الخيط طويل شويه، خدموا بخيط واحد. صافي غنجي لهاد الجهه غنركب خيط في اللون الاخر اللي غادي ندخل. بالنسبه لهاد الزواقه راه درت فيها جوج الوان عاد اللون ديال الثوب. انا هنا حاولت ندير هاد الخيط طويل شويه، على الله يكفي انا ما نديروش الزديه ديال الحرير. نجيو لهنا لهاد الجهه، بغيتو تشدو هنا في التوب وتكملو. انا في الحقيقه تنخاف من بعد اتحال الخيط، غنجي لاخر ضربه نثبت الحرير فوق هاد العقده. صافي كيتشد لينا هاد الخيط يعني ما يعاودش يطلع، ونزيرو هاد الضربه مزيان باش ما تجيش بينا. صافي ونجي نشد هنا في التوب، غادي نهز هاد العوينات اخواتي كاملين، خمسه هنا وخمسه هنا، هي عشرة بهاد اللون الجديد اللي درنا. نتمنى يكون هاد اللون واضح ليكم، انا درت هاد الازرق. ها خمسة ديال هاد اللون، غندوز لهاد الخمسة. غنشد دابا هنا في العوينة الأولى، حتى هنا راه عندنا خمسة العوينات. غنشد في أول عوينة ونرجع مع السطر. حاولوا اخواتي هنا تضربوا الضربات بحال هنا باش ما تجيكمش لفي عوجه. غنشد هنا في التوب ونرجع في هاد العوينات. المهم غادي نبقى غير نمشي ونرجع حتى نكمل هاد خمسه العوينات، ما تنزيدهم حتى نقصهم، غير باش ما نطولش لكم. غنرجع فيهم نشد هنا ونعاود نرجع نشد في التوب، نعاود نرجع نشد هنا ونرجع نشد في التوب حتى يكملوا هاد خمسه العوينات، وغادي نرجع لكم. انا بقيت كنمشي ونرجع حتى كملت هاد خمسة العوينات. دابا بقى لي هاد الخيط هنا، هاد الخيط غير خليوه، غادي نوري لكم كيفاش غنخدمو به. صافي نزلت لهنا، غنشد هنا في التوب وغادي نرجع غير في النص عاوتاني. يعني النص عندي هنا هو خمسة العوينات، غنهز خمسة العوينات، ها واحد جوج ثلاثة أربعة ها خمسة، نعود نرجع في هاد الخمسة.
نشد في التوب ونرجع عاود تاني. نوصل لهنا ونعاود نرجع هنا، ما كنزيدو ما كننقصو، غير نفس العوينات كنبقاو نخدمو فيهم. نشد هنا في التوب دابا هنا، يلا ولاو عندنا ربعة العوينات والخيط ما كفاناش، يعني غير ركب خيط اخر. انا حاولت ندير الخيط طويل باش ندير غير خيط واحد ولكن ما كفاش. صافي ندخل الخيط هنا في التوب ونركب خيط اخر. انا درت خيط غير قصير حقاش خاصني غير واحد شويه. نجي لفوق اخر عوينه، نركب الحرير، نزيرو هاد الضربة مزيان ونشد هنا في التوب. نرجع في هاد العوينات هانتوما، ولاو عندنا هنا خمسة العوينات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. صافي نرجع في السطر، صافي أخواتي هذا هو القياس اللي بغينا في الفي. هنا عندنا 15 عين وهنا 15. هانتوما واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 وهذه تتحسب لنا هي 15. صافي 15 من هنا و 15 من هنا، يعني في العرض هنايا غتجينا 30 عين. دابا غادي نقطعو التوب ونكملو الخدمة ديالنا. ضروري اخواتي من تبغيو تنشبو هنا غتشدو هنا في هاد الجهه غير باش هاد التقطيعه تجي مجموعه. شدو هنا واحد جوج مرات ثبتوا الخيط صافي ودوزو من هنا لهنا. صافي وهاد القياس اللي كاين هنا غادي نشبوه مع هاد الجهه كامله حتى الفوق. بالنسبه لهاد التوب اخواتي انا ما بقيتش كنشبو باش ما يجيش بين، صافي كنقص منه غير شويه تنعاود نسورجيه وكنخليه لداخل حتى كنوصلوا للفتحه ديال العنق، عاد كنقصوا منه واحد شويه وكنشبو. في الاول اخواتي ملي تنعبر راه عبرت غير شي 36 ولا مع 37، ولكن ها نتوما حنا عبرنا غير حتى لهاد القنيات، ولكن شوفوا ملي تنتنيو التوب شحال تيتزاد من هنا لهنا، شوفوا شحال تزاد، يعني غتولي غاديه ل 40. المهم نكمل ندوز للجهه الاخرى.
نفس الطريقة نشدو هنا هو الأول، نثبتو هنا مزيان، وعاد ندوزو من هنا لهنا باش نجمعو هاد البلاصة حتى نخدمو فيها. نفس هاد القياس غادي نشبو فهاد الجهة كاملة. ضروري اخواتي تعبروا هنا الدوره ديال العنق، خاصها تبقى مقاده، ملي طلعت نشيبه من هنا ومن هنا خاص يبقى لينا قد هنا قد هنا، يعني ملي نزيدو هنا الدوره ديال العنق تجي قد قد. صافي اخواتي، من بعد ما قطعنا التوب ونشبناه، دابا غنجيو لهاد الجناب هادو، غادي نركب خيط في اللون ديال التوب ونجي لهنا، غنجي لحدا هاد الضربه هادي، غادي نثبت هاد الحرير، غادي نخلي الخيط الازرق لتحت اولا نخدم فوقه بحال بحال، غادي نخدم فوقه نزيرو هاد الضربه مزيان، غادي نهز هاد خمسه العوينات، واحد جوج ثلاثة. صافي نقطع هذا الخيط الازرق، أربعة خمسة، نرجع مع هذا السطر، واحد جوج ثلاثة أربعة ها خمسة. السطر الأول رجعت في هاد خمسة العوينات كاملين، نشد دابا هنا في التوب ونرجع مع هاد خمسة العوينات، واحد جوج ثلاثة أربعة ها خمسة. هانتوما غنرجع دابا، غنرجع غير في ربعة، واحد جوج ثلاثة ها أربعة. هاد العوينة ما نخدمش فيها، ونشد هنا في التوب، وهنا أخواتي حاولوا ما تشدوش بزاف في التوب باش ما تجيش هاد الضربة باينة، وملي تخدموا في هذه الضربه حاولوا تجروها لعند الراندة باش تجي مجموعه بحال هكا. صافي ونرجع في هذه الربعه، واحد جوج ثلاثه اربعه. هنا كنمشيو عادي، غنرجع دابا وننقص عوينه، نخدم دابا غير في ثلاثه، واحد جوج ها ثلاثة. هاد العوينة الأخرى ما نخدمش فيها، ونشد هنا في التوب، نزير هاد الضربة باش ما تجيش محلولة بحال هكا، ونرجع في هاد العوينات بثلاثة، غير السطر الأول اللي ما كنقصوش فيه، ومن بعد كل سطر كنقص عوينة حتى نصايبو هاد المثلات. نخلي هادي ونشد هنا في التوب، نهز غير شوية، نزير هاد الضربة هنا، صافي ونرجع. دابا غنرجع غير في وحدة، ونشد هنا في التوب، ملي تبقى هادي ضروري نرجعو فيها ونجيبوها لهنا. صافي حتى هنا ولاو عندنا خمسة العوينات، هانتوما واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. صافي غنخلي الخيط هنا با
بالنسبه لهاد اللور غنبقاو نخدموا به هنايا في الجنب. هانتوما هادي هي الدوره، شفتوا اخواتي كيفاش جات؟ تتجي مزيانه. غنركب خيط اخر في اللون ديال الثوب ونجي لهاد الجهه عاوتاني وندير مثلث بحال هذا. نجي لهنا للثوب، نشد هنا في الثوب، نثبت الحرير ونهز خمسة العوينات بحال هنا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. أنا هنا هزيت خمسة لحقاش هنا عندي عشرة، يعني هزيت النص. نتوما هذاك العدد اللي تكونوا دايرين هنا هز النص ديالو. نرجع مع هاد العوينات، السطر الاول ما غنقش، غنرجع فيهم بخمسه. الطريقه ديال هاد المثلات اخواتي راه غتبقاو مره مره تعودوها هنايا في الطلعه. المهم راه هادي هي الطريقه. انا رجعت بخمسه العوينات، نشد هنا في الثوب، نعاود نرجع هنا، كنمشي عوينه فوق عوينه، ما كنقصو ما كنزيدو. دابا ملي غنبغي نرجع هاد السطر الثاني غنرجع غير في ربعه، ما غنرجعش في خمسه، يعني غنقص عوينه. ها وحده جوج ثلاثه ها اربعه، العوينه الاخرى ما نخدمش فيها، ونجي للثوب ما نهزش بزاف، نجر هاد الضربه بحال هكا ونرجع في هاد الربعه. ملي نوصل لهنا غنرجع دابا غير في ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، ونشد هنا في الثوب، العوينة الأخرى ما نخدمش فيها. بالنسبة لكم نتوما العدد اللي يكون عندكم، السطر الأول خدمو عادي ما تنقصوش، ومن بعد بقاو كل سطر تنقصو عوينة حتى تبقى لكم غير وحدة، وخدمو فيها وجيبوها لعند الثوب. انا خليت هاد العوينه غنجي نشد هنا في الثوب، نرجع في هاد الجوجات هنا، ما كنزيد ما كنقص، غنعاود نرجع نخدم وحده وحده، غنحيدها ونشد في الثوب. بقات لينا هاد العوينه غنشدو فيها ونزلوها لهنا لعند الثوب وصافي. احنا كملنا هاد المثلث هنا وهنا بنفس الطريقه، وهذه الطريقه اخواتي غتبقاو تعاودوها في هاد المثلثات كاملين حتى تكملوا هاد الثوب. هانتوما اخواتي غادي نوقف الخدمه هنايا باش ما يجيكمش فيديو طويل، وغادي نكملوا ان شاء الله التتمه ديال هاد السواقه في الفيديو الاخر. ما تنساونيش اخواتي ضغطوا على زر الاعجاب، اللي ما مشاركش في القناه تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، وشكرا لكم وبسلامه عليكم، نتلاقاو في التتمه ديال هاد السواقه.